سلام البنات، جيسبيغ تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى بان الفيديو ديالي تكون تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم جيت باش نقدم لكم واحد الوصفه جميله اللي انا جربت. دائما ما كنقدم لكم الوصفات حتى كنكون جربتها مره وجوج وثلاثه وكنشوف النتيجه، عاد كنقولها لكم كوم سا نكون كريديبل ونكون الوصفات اللي كنقدم لكم فيابل. دونك اليوم الوصفه كتخص واحد العضو اساسي في الجسم ديالنا اللي هما اليدين. هاد الوصفه هادي كترطب كتنعم وكتعطي لون جميل في اليدين، كتبيض بواحد الطريقه وكتصفي بواحد الطريقه اليدين زوينين. دونك فوالا، بقاو معايا على بركه الله. غادي نقول لكم شنو هما المقادير اللي غادي نحتاجو في هاد الوصفه. سلام البنات، جيسبيغ تكونوا بخير وعلى خير، والفيديو ديالي تلقاكم في احسن الاحوال. ما غاديش نطول عليكم. الفيديو ديال اليوم كتخص واحد الماسك اللي هو مزيان لليدين. غادي نبدا نحط شوي بشوي المقادير قدامكم باش تفهموا. دونك هاد الماسك هذا كيبيض كينعم وكيعطي واحد الاشراقه زوينه لليدين. غادي تحتاجي معايا القهوه، قهوة حبوب ماشي قهوة بودغ، كافي سوليوبل، نسكافي ولا اي مارك واحدة اخرى. غادي نحتاجو الحليب سائل كما حطيت هنا، وغادي نحتاجو النشا او مايزينا. دونك على بركة الله غادي نبداو بتحضير هاد الوصفة هادي. دونك تنحتاج معلقة من النشا، الوغ من بعد ما وجدت الخليط ديالي كناخذ ان بانسو وكنبدا نحطو فوق يدي. تقدري ديري حتى بيديك ماشي غير بالبانسو بحال هكا. فوالا، وكنخليه كينشف. دونك فوالا، بعد ما نشف ها نتوما البنات غير كيبان بحال هكا لان فيه نشا الذره دغيا كينشف. دونك تنبدا كنفرك هكا. شتو لا كولور ديالو كي كتبدل؟ كنفرك بهاد الطريقة هادي. بحال هاكا فوالا، ها هو بدا كيطيح وانا غادي نغسلو قدامكم كوم سا فوزالي فواغ لو ريزولتا. فوالا البنات، بعد ما حطيت الماسك ديالي وفركته
خليته لمده بريسك 10 ديال الدقائق، غسلته وحصلت على صراحه نتيجه زوينه. انا لابو ديالي شويه سمراء، مي كيبان ليا بياض وكيبان ليا ميم فرق ما بين هاد اليد وهاد اليد. دونك جيسبر يكون عجبكم، وما تنساوش تجربوه. الى عجبكم ما تنساوش ديروا لايك و ابوني. جو فوز ادور، وكنقول لكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.